علاش هاد العمليه اللي تيعرفها الشيخ خليفه اليوم السبت 20 مارس؟ دونك غنشرح لكم الهدف شنو هو. دونك حنا الجمعيه ديالنا اميت تتهتم بالدرجه الاولى بتدريس الاطفال ديالها، الهدف ديالها هو تدريس الاطفال ديالها في الاقسام العاديه مع اقرانهم الاسوياء بمصاحبه مرافقات الحياه المدرسيه باش نوصلوا لهذا الهدف ويكون في احسن الظروف. هاد الوليدات مع الاسف حالتهم الصحيه تتكون على قدها، عندهم تعانيوا من عده امراض، وبالاخص بالدرجه الاولى على مستوى القلب تكون عيوب خلقية على مستوى على مستوى القلب، على مستوى العينين، على مستوى الغدة الدرقية، بالإضافة إلى أمراض أخرى. دونك اليوم هو اليوم العالمي، تنخلدوا اليوم العالمي لتثلث الصبغي 21 اللي تيصادف 21 مارس من كل سنة. هذا العام رأينا أننا نحتفلوا بطريقة أخرى بمشاركة مع الجامعة الدولية محمد السادس اللي تنشكرهم الشكر الجزيل على هذه البادرة، والطاقم كله ديال مستشفى الشيخ خليفة. دونك اللي اليوم تيعلنوا على الانطلاقة ديال لا بريزون شارج، يعني التكفل الكلي للأطفال ديال الجمعية اللي تينهز 100 طفل. دونك التكفل الكلي سواء بالفحوصات ديال القلب مع أشعة الصدى ليكوغرافي ولو سويفي تتبع من بعد، يعني تتبع بوغ توجور لجميع الأطفال، الفحوصات ديال العينين كذلك التتبع ديالها، الفحوص وتحاليل، يعني غيبقاو يجريو تحاليل الوليدات اللي تيخصو السكر، فقر الدم والغده الدرقيه، التحاليل تخص الغده الدرقيه، بالاضافه لواحد التتبع ديال الاسنان، طب الاسنان، لان تيكون عندهم مشاكل في السنينات ديالهم، لان باش نقريوهم خصهم يكونوا في صحه جيده. دونك شكرا لكل من ساهم في هذه البادره، شكرا للطاقم الطبي والطاقم شبه الطبي وجميع يعني الطاقم ديال المستشفى الشيخ خليفه، وشكرا جزيلا للمسؤولين كاملين اللي كاينين في الجامعه الدوليه محمد السادس. دكتور ملال، تكلمي لنا على العمليه اللي تتعرف الشيخ خليفه اليوم السبت. الوغ اليوم جاو الامهات والاباء ديال الوليدات لي بورتور دو لا تريزومي 21، دار واحد المبادره من عندهم، اون انيسياتيف، جاو عطاو الدم في لوبيتال ديالنا. ديجا بغيت نشكرهم على هاد الانيسياتيف اللي داروها، سو انيسياتيف مواطنه وجينيروز اللي غراس ا او بليزيور فين الحياه ديال بزاف ديال الناس غادي تقدر تعتق اليوم بالفضل ديالهم. دونك جو تيان لي رميرسي. من جهه اخرى بغيت جو تيان لي فيليسيتي، حيت être parent est un défi en soi. Être parent en soi est un grand défi. Être parent ديال وليدات عندهم la porteur ديال la trisomie 21 est un défi encore plus grand. Donc je tiens à la féliciter. سي عفيف، تكلمي لنا عن اهميه الاسنان بالنسبه لهذه المرض تاع الاطفال. الاطفال اللي تيعانيو من لا تريزومي 21 تيكون عندهم واحد المشاكل في الصحه اللي تيقدروا يقيسوا القلب ديالهم ولا اعضاء اخرى، وكيف ما كنعرفوا الفم هو مدخل لواحد الكميه هائله ديال البكتيريات، يعني ما يمكن ليناش تكون عندنا صحه مزيانه الا ما كانش الصحه ديال الفم اللي هي متوازنه. هنا فين تيكمن الاهميه ديال التنظيف ديال الاسنان ومراقبه هاد الاطفال هادو، لان الخاصيه اللي عندهم ان كاينه واحد الصعوبه في تنظيف الاسنان، يعني تتكون واحد المراقبه وان اكونبانيومون من طبيب الاسنان مع العائله ديال هاد الطفل باش يقوم بتلقين الطرق ديال تنظيف الاسنان، تيقوم بواحد التحسيس على الاهميه ديال العلاج ديال هاد الاسنان هادو باش
تتكون واحد ان اكيليبر دو سونتي اللي تيكون عند الطفل هذا اللي كيدوز اولا من الصحه ديال الفم ديالو. هنا فين تتكون هذه الاهميه ان شاء الله. وكيفاش دايزه هذه العمليه تاع اليوم؟ الوغ اليوم في اطار اليوم العالمي ديال الصحه ديال الفم والاسنان، وفي اطار ايضا اليوم الغد 21 مارس اللي هو اليوم العالمي ديال الاطفال اللي عندهم لا تريزومي 21، تم تنظيم واحد الحمله تحسيسيه وواحد الحمله دو ديبيستاج عند هاد الاطفال هادو بشراكه مع لاسوسياسيون دي تريزوميك. هاد الحمله هادي درت في اطار واحد الشراكه اللي تسنات ما بين جامعه محمد السادس وهاد لاسوسياسيون هادي، واللي مكنتنا اليوم من اننا نقتربوا من 50 طفل اللي كيعاني من هاد لا تريزومي 21. تم مراقبه الفم ديالهم، اون افي لو رولفي ديال لي كاري اللي عندهم، التسوس اللي عندهم، لي سوان اللي خاصهم يداروا عند هاد الاطفال هادو، وبالفعل غادي يكون واحد ان سويفي، يعني غادي تكون واحد لاكونبانيومون ديال هاد الاطفال، لاننا غنقوموا بالعلاج ديال هاد التسوسات اللي لاحظناهم عندهم. كاين اوسي واحد المرحله ثانيه اللي دارت مع هاد الاطفال، هو افيك لاكونبانيومون ديال الاباء ديالهم وديال الامهات ديالهم، تم تلقين طرق التنظيف ديال هاد الاسنان، وتم اعطاء الوسائل الاوليه ديال هاد التنظيف. اعطينا المعجون الاسنان، اعطينا الفرشات، ولقنا الاباء والاطفال طريقة ديال التنظيف، وقمنا بالتحسيس ديالهم على الأهمية ديال العلاج ديال الفم.